مشاهدينا برحب بيكم في برنامج لغات العالم، وبرحب بيكم طبعا معانا. وبالنسبه للغه الفرنسيه احنا هنكون معاكم في كل حلقات اللي هتخصص باللغه الفرنسيه. هيكون معانا فقرات كتيره جدا، من اهمها طبعا فقرات عن اللغه الفرنسيه وعن النحو الفرنسي، وهيكون معانا كمان فقرات بتخص الحضاره الفرنسيه والثقافه الفرنسيه. من اهمها هيكون فقره مهمه جدا هي اسمها بونجور دو فرانس. فقره بونجور دو فرانس هنعرفكم عن اهم المعالم الاثريه في العاصمه الفرنسيه باريس، وهيكون معانا طبعا من خلال فقره بونجور دو فرانس فيديوهات بسيطه او كتابات بسيطه قوي هتعرفكم عن المعالم دي. فتابعونا كل اسبوع معاكم، ويا رب تستمتعوا معانا باللغه الفرنسيه. مشاهدينا رجعنا بعد فقره بونجور دو فرانس، وهنكمل معاكم انا ومروه. واول فقره لينا النهارده مروه عن الارقام باللغه الفرنسيه. النهارده هنشوف معاكم مع مروه الارقام من 1 ل 20، مش كده مروه؟ ايوه اوكي. هنبدا النهارده لي شيفخ، تمام؟ الارقام من 1 ل 20. اوكي، اول حاجه ان 1. اوكي، انا هعيد كمان بعد مروه، يبقى رقم 1 ان. D'accord. Deux. رقم 2، بس 2 في الاخر الاكس مش بتنطق. هنعيد تاني، رقم 2 دو، والاكس مش هتنطق زي ما قلنا يا مروه. ما يبقى ما نقولش دوكس، بنقول دو. تري بيان. بعدين 3 اللي هو يعني رقم 3، بس كنت عايزه بس اعمل تعليق على الاو اي مع بعض، بتعمل و تعمل الصوت و الاو والاي ورا بعض، و و اتنين فويل. اوكي، يبقى هنعيد رقم 3 هو 3، الاو اي هننطقها و و. داكور. اوكي، وبعدين 4 معنا 4، 4. اوكي، رقم 4 4. داكور. وبعدين 5، وعلى فكره 5 ممكن الكيو في الاخر ما انطقهاش، لو جه وراها اسم عام او كده ممكن ما انطقش. عايزه اقول مثلا 5 مينوت. اوكي، وممكن برضه اقول 5 مينوت، الاثنين صح. داكور. يبقى هنعيد رقم 5 هو 5. وهعيد برضه المعلومه ان ممكن نقول 5، او لو جه كلمه بعد رقم 5 هنقول 5 مينوت، 5 دقائق، او ممكن نقول 5 مينوت زي ما تحبوا. اوكي. وبعدين 6، رقم 6 اللي اكس بتتنطق اس في الاخر. 6، مش هننطق 6، هنقول 6، الاكس هننطقها اس. داكور. رقم 7 بقى 6، عندنا البي ما نطقناهاش، ونطقنا على طول التي، قلنا 6 ما قلناش 7، قلنا 6. رقم 7 هنقول 6، مش هننطق البي، مش هنقول سبت، هنقول 6. عندنا رقم 8 اللي هو ويت. ويت ليا تعليق برضو ان الاو والاي عملت الصوت وي وي. ويت. رقم 8 هنقول ويت ويت، وخلوا بالكم الصوت بتاع اللي هو او واي هيقول وي، مش كده يا مروه؟ أيوة. يبقى ويت. وعندي بعد كده رقم 9 اللي هي نف، الاف نطقناها في الاخر. اوكي، نف. اوكي، واحنا مثلا لو عايزين نقول مثلا في انا عندي مثلا 9 سنين مثلا او 9 سنين، نقول ما بقولش نف ان، بعمل نوع من الوصله كده، الاف بحولها لفي في النطق في، فبقول نوفون. ما بقولش نفون، بقول نوفون. اوكي، داكور. دي بعد كده هنبقى نشوفها بعدين، المهم تتنطق نف حاليا يعني. تري بيان، يبقى هنعيد رقم 9 هو نف. نف. تري بيان. بعدين عندنا رقم 10 اللي هو ديس. الاكس عندي هنا اتنطقت برضو اس زي سيس. داكور. ديس. يبقى ديس ديس، وخلوا بالكم الاكس كمان هننطقها زي ما قلنا سيس، حرف اس مش اكس، يبقى ديس. اوكي. وبعدين عندنا 11. 11 اللي هو رقم 11، بس كنت ليا تعليق برضو على النطق بتاع الاول ان، بيعملوا ان، دي بقى فويل نازال، هنبقى ناخدها في الكوخ بروشان في الحصه الجايه. اوكي، نتكلم في الدرس الجديد بقى الجاي، هنقول 11. تري بيان. 11 11 11، وخلوا بالكم الاو ان بننطقها اون،
لان النطق بقى جاي من الايه، من من الأنف الانف، مش كده؟ عشان حتى اللغه الفرنسيه مشهوره بكده ان هي كلها نزاليتي، كلها من الانف. اوكي. اوكي، دي طبعا هنشوفها مع بعض خلال الحلقات الجاية إن شاء الله. اوكي. اوكي. وبعدين عندنا رقم 12 اللي هي دوز. دوز très bien. الاو والاو عملت او او. داكور، يبقى هنعيد رقم 12 هو 12 12. وخلوا بالكم الاو والاو بننطقها او. داكور، يبقى 12. très bien. وبعدين عندنا الرقم 13 مش بحبه خالص. على فكرة الفرنسيين بيحبوا جدا رقم 13 وبيتفائلوا بيه يا جماعة، يعني احنا لا بس هو في مصر مش شرط. بنخاف منه. تريز. تريز. très bien. يبقى الاو والاي عملت اي. تريز. داكور. تريز. رقم 13 تريز. تريز. بعدين عندنا رقم 14 اللي هو 14. 14. 14. 14. رقم 15 كانز. كانز الاي والان اللي هي موجوده في النص اللي بعد الكو اللي بقينا ننطقها ان. اوكي. كانز طبعا مش الكانز اللي احنا بنشربها. عندك حق، هم ممكن على فكره الامثله دي حلوه قوي ممكن يفتكروا بيها الرقم. فاحنا هنعيد رقم 15 يبقى كانز. كانز. بعدين عندنا رقم 16 اللي هو ساز. الاو والاي اهو. ساز. 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 وخلوا بالكم زي تخاز برضو هيبقى الاو والاي هيبقى اي. تري بيان. وعندنا رقم 17 دي ست. هو صعب شويه بقى، متركب من اتنين. دي ست. يبقى رقم 17 هيبقى عندنا دي ست. دي ست. 10 و7. دي ست. تري بيان. وبعدين عندنا دي سويت. دي سويت. هنا نطقنا الاكس في الاخر مايله للزد. دي سويت. اوكي، عملنا يعني ربط 18. عملنا ربط. ما ينفعش اقول دي سويت، لازم نعمل دي سويت وصله. يبقى هو 18 لان بنعمل الوصله ما بين الحرف الساكن في الاخر مع بدايه الحرف المتحرك في الكلمه اللي وراها. تمام. تخبيه. اوكي، يبقى رقم 18 مره تانية هنقول 18. 18. اوكي. بعدين عندنا 19. 19. تري بيان. رقم 19. اوكي. 19 زي برضو الحاله بتاعه 18 الزد اللي هو الزاد في عمليه الوصله. تمام، هنعيد رقم 19 مره تانية يبقى 19. 19. داكور. وبعدين بقى اخر حاجه 20. عندي رقم 20 الجي في الاخر والتي مش بتتنطق، فبقول 20 ما بقولش فانت. اوكي. اوكي. داكور. بقول 20. اخر رقم معانا النهارده هيبقى 20. 20. وزي ما قالت مروه احنا هنقف عند الفي والاي ان اللي هو 20، مش هننطق جي والتي. داكور. والاي والان بيتنطقوا ان. داكور. دي بقى حاجات هناخدها بعد كده في الكور الجاي ان شاء الله. خلاص. اوكي، يبقى دي كانت فقرتنا عن الارقام من 1 لـ 20. هسيبكم دلوقتي مع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل فقرتنا مع مروه. حالا انا ومروه معاكم فيرب التالت، وده فيرب كمان مهم جدا معانا النهارده، وهو فيرب ايه مروه؟ فيرب سابولي. فيرب سابولي. سابولي. الوغ ايه بقى سابولي؟ بمعنى يسمى. يعني انا اسمي مروه، يبقى جو مابيل مروه. تو تابيل ساره. تمام. يبقى هو فيرب سابولي بمعنى يسمى. هنقول انا اسمي مروه او انا اسمي ساره، هقول جو مابيل مروه. جو مابيل ساره. داكور. مظبوط. هنقول بس حاجه مروه، كنت عايزه تضيفي معلومه بالنسبه لسابولي. كنت عايزه اقول فيرب سابولي هو بيتصنف من ضمن المجموعه الاولى في اللغه الفرنسيه، بنسميها بالفرنساوي بروميير جروب. الحاجات دي هنتكلم عليها بالتفصيل مع تدريبات مع حاجات كتير. اوكي، فاحنا حلقاتنا كلها بالتفصيل. تمام. يبقى احنا هندخل في تفاصيل الفيرب سابولي كمان في الحلقات الجايه، وهنكمل تصريف الفيرب. يبقى احنا قلنا جو مابيل وانت وهو. هقول لك دلوقتي ان فيرب سابولي لما نيجي هو في المصدر نهايته ال واحده. اوكي. اوكي. ال دي هتلاقيها دايما بقت دوبل ال،
اوكي بقت اتنين ال لما بقول جو. همم لما بتتصرف مع جو تبقى اتنين ال، لما بتتصرف مع تو، ودي برضو قاعدة شاذة مش في الكل. اوكي، اوكي في طبعا فيرب اسمه جوتي هو كمان نفس الطريقة، همم فاحنا ان شاء الله هنوضح الكلام ده اكتر واكتر. اوكي، بس المهم نعرف نقول انا اسمي كذا، انا تمام اسمي فلانة. اوكي اوكي، يبقى انا قلنا انا اسمي جو مابيل سارة، ولو انت او انتي اسمك tu هتقول t'appelles Sarah. يبقى tu Je m'appelle Marwa. اوكي Tu t'appelles Sarah. très bien. يبقى هنعيد تاني الجملة مع بعض، هنقول tu t'appelles Marwa. tu t'appelles Marwa. très bien. وفي حاجة تانية كنت عايزة أضيفها بالنسبة لتصريف المجموعة الأولى، اوكي هي دايما نهاية تصريف المجموعة الأولى بتبقى أ في الأول. هتلاقي مثلا في فيرب جو مابيل اخره او. تمام اوكي، دي بقى قاعده عامه بالنسبه لافعال المجموعه الاولى. تمام اوكي، اوكي مع جو او بس، او بس مع تو او اس. اوكي اوكي، داكور مع ال وال او بس، او بس مفيش خلاص اضافه. مع اوكي اون او برضو او بس زي جو و زي جو زي إل وإل. داكور تري بيان داكور، مع نو نهاية الفعل بتبقى أو إن إس، اوكي يعني أون أون. اون أوكي، داكور ومع فو بتبقى أو زد. أوكي، تري بيان ومع اللي هي في الآخر بتتنطق إي. أوكي، داكور أو زد. وبعدين مع إل أباك إس أو إل أباك إس بتنتهي بأو إن تي، تتنطق ان. اوكي، داكور وساعات ما بتتنطقش ان، بتتنطق او بس. اوكي اوكي، تري بيان وممكن كمان تتنطقش ان، ده نادر، هي او بس، يعني الاو ان تي بتعادل او بس في النطق. ده تري بيان بالنسبة لتصريف الافعال. تمام يبقى ده اوكي، بالنسبة ل... مجموعة اه الاولى. اوكي يبقى ده بالنسبة للنهايات المجموعة الأولى اللي هي في المصدر، هتلاقوا إن الفيرب بينتهي بـ ER زي سابولي اللي احنا بنصرفه مع بعض دلوقتي، وزي ما قلت لكم مروة هيبقى جو آخره E. وعشان بس اسهل شويه يا ساره، اوكي سابولي مثلا انا عشان عايزه اصرفه باخد الفيرب نفسه سابولي، اشيل منه الاو ار الاخرانيه اللي هي بتوحي بالندى المصدر. اوكي اوكي، عشان ابتدي اصرفه بقى مع جو كنت ازود له ال، اخليه بال واحده على حسب التصريفات، لاني مع جو بيبقى عنده اتنين ال، بزود له ال و او، ومع تمام تو بزود له ال او اس، اوكي ومع ال بزود له ال كمان على الال اللي عنده زي الجو او. اوكي، ومع ال نفس الحكايه، ال بزود ال و او. تري اوكي، بيان ده على الال اللي موجوده الاصليه بتاعه الفعل اللي في المصدر. تمام اوكي، اوكي اتفقنا. وبعدين مع نو ما هي بتبقى ال واحده، ما بتبقاش اتنين ال. اوكي اوكي، بتبقى ال او ان اس. اوكي، تري بيان ومع فو بتبقى ال او زد، ال واحده. اوكي ومع ال افيك اس وال افيك اس، يعني ال او ال بالاس، بنزود ال على الال اللي موجوده و او انتي. تري بيان اوكي، ده اوكي في الجمع الايه، سواء كان مفرد، سوري، سواء كان مذكر او مؤنث. تري بيان اوكي، اوكي يبقى دي نهايات الافعال للجروب الاول او بروميي جروب بور لي فيرب. طيب هنكمل مع بعض تصريف الفيرب سابولي، ايه رايك؟ هنكمل مع اوكي بعض تصريف احنا وقفنا الفيرب. عند تو تابيل ماروا، هنقول وبعدين il s'appelle il s'appelle و elle s'appelle، il s'appelle الاتنين بينتهوا، بتزودي ال على الال الموجوده و e. très bien اوكي، يبقى هنعيد مع بعض تاني، هنقول il s'appelle elle s'appelle. احنا مش هنتكلم عن الفيرب برونومينال دلوقتي اللي هو مصحوب بضمير اس، اوكي اللي هو بيخلينا ننطقه سابولي، هو très اصلا bien فيرب ابولي، فاحنا اوكي ده هنتطرق ليه في الحلقات الجاية. في حلقات اوكي تانية. يبقى هو فيرب عبارة عن من الفيربات اللي هما ليهم اتنين ضمير، ايوه ضميرين، ده بالظبط هنشرحه كده، في المرحلة الجاية ان شاء الله. هنشرح. اوكي يبقى احنا قلنا je m'appelle Marois, tu t'appelles Sarah, il s'appelle Jacques, elle s'appelle Karima. d'accord يبقى nous بعد كده نو، بضطر بقى ان انا ازود نو تانية،
دي برضو عشان يعني عشان الفعل اصلا زي ما قلنا ان هو فعل فيه ضمير اوكي. اللي هو سابولي الاس دي، فالاس دي بتتحول بتبقى نو مع نو الاولانيه، يعني انا داكور. بيبقى عندي اتنين نو. اوكي اوكي انا حلو. مش عايزه ادخل في تفاصيل في ده لاني عايزه اشرح بالتفصيل الفيرب برونومينال او الفيرب برونومينو عموما. تمام اوكي اوكي. يبقى هنقول افيك نو هيبقى اتنين مرتين نو، نو نو زابولون، نو 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 زابولون. زابولون، ما داكور. قلتش نو نو ابولون، لا ايوه. عملنا الاس اتحولت لزد، هي غير غير مرئيه، هي مسموعه بس. اوكي نو زابولون، نو نو زابولون. تري بيان. نو نو زابولون سارا اي ماروا اوكي مثلا. مظبوط كده. تري بيان. ونهايتها ال او ان اس، ما زودناش ال، هي ال واحده. اوكي يبقى خلي اوكي بالكم مع نو هتبقى ال واحده. نو نو زابولون ال واحده. اوكي اوكي احنا بس استعنا بالفعل ده عشان عايزين نعمل كومون سو بريزونتي، ازاي نقدم نفسنا، نفسنا. ازاي نعرف عن اوكي نفسنا. اوكي تري فده بيان. من الافعال المهمه جدا اللي احنا لازم يكون اعزائنا المشاهدين يعرفوه. اوكي اوكي تمام. طيب وكده ناقص لنا بعد فو. النو فو، برضو نفس الحكايه، بعد الفو بزود فو تانية اوكي عشان ده قلنا ان ده فيرب برونومينال. اوكي اوكي يبقى فو فو زابولي، ونفس الموضوع بتاع نو اوكي اخره ال واحده او زد. تري بيان. اوكي يبقى والوصله برضو فو فو زابولي، ما قلتش فو فو ابولي. تري بيان. اوكي يبقى هنعيدها مع بعض مرة تانية. هنقول vous vous appelez، vous vous appelez مرتين vous. وخلوا بالكم هنعمل الوصلة اللي هي ما بين الاس والا، ما بين الكونسون والفويل. هنقول za، هتسمعوا حرف زد بس طبعا مش هتكتبوا حرف زد. اوكي يبقى vous vous appelez. اوكي اوكي وبعدين عندنا ال معاها اس، وال مصحوبه باس هي كمان، ده اوكي جمع سواء كان مؤنث او مذكر، الاثنين بيبقى اخرهم بنزود ال على الال الموجوده و او ان تي، يبقى ال سابيل. وطبعا الضمير هنا اتغير اللي هو قبل الفعل، عندنا كده اتنين ضمير، ضمير اللي هو الاولاني ضمير الافعال اللي هو ضمير الفعل اللي هو il avec s او ال avec s، ومعاه الضمير الثاني اللي هو s apostrophe. تري بيان. اوكي اللي هو كان داكور. سو في الاول وبعدين اضطرينا نشيل الاو عشان خاطر ما ينفعش نحط اثنين حرف متحرك قدام بعض. اوكي اوكي تري يبقى بيان. il s'appelle اللي هي avec s و elle s'appelle. تري بيان. il s'appelle و elle s'appelle. elle s'appelle. لما اجي اسالك عن اسمك اسالك سؤال اقول لك كومون تابيل تو، انت تمام. تقولي لي ايه بقى؟ je m'appelle Sarah. داكور. اساليني انت بقى. وانا هواجه لك سؤال. comment tu t'appelles؟ je m'appelle Marwa. très bien. يبقى ده كانت الاسئله عن ازاي اسمك ايه، comment tu t'appelles او comment t'appelles-tu. مظبوط كده؟ مظبوط كده. كده انا عرفنا دلوقتي نكون جمل اهو باللغه الفرنسيه. مشاهدينا استمتعنا معاكم طبعا خلال الحلقه النهارده مع اللغه الفرنسيه ومع كل الفقرات اللي قدمناها لكم النهارده، وطبعا هنشوف في الحلقات الجايه فقرات اكتر واكتر. خليكم معانا لان المره الجايه والمرات الجايه ان شاء الله هيكون معانا مفاجآت كتيره جدا، ويا رب ان شاء الله تستمتعوا معانا باللغه الفرنسيه.